التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا مع هذا الانطلاق المتميز والانطلاق الرائع. ضمن هذه الانطلاقات في صباح هذا اليوم، مرحبا بجميع الحاضرين في هذا الميدان، ميدان الماح، ميدان الأصالة الذي يجمع هذه الشعارات الغالية، يجمع هذه الشعارات الحاضرة والمتابعة أيضا في أرضية هذا الميدان. نسير مع الصدارة الأولى ونسير مع البداية والمقدمة الأولى بالشعار فيلسوف الأصايل مع المقدمة والصدارة الأولى. ما شاء الله، هناك مع أيضا عجيب أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي ممثل أرماح الدايم، من يأتي بمبارك مع البداية والمقدمة، بينما غازي وسهيل بن عبد الله بن حمد مبخوتة العامري صاحب أول الأشواط، من مهدي السلامات إلى أبناء الساد مع المقدمة ومع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز والوصول في هذه اللحظات أيضا مع مبلش مبارك بن محمد بن مر العامري، مع ثاني الثالث المراكز، رابع المراكز والوصول في هذه اللحظات نعاش وسلطان بن عبيد بن سالم بن حمد الراجدي يقدم لنا نعاش ايضا، بينما الوصول الشبابي احمد بن محمد بن قضيب العليلي ايضا مع المركز الخامس، السادس المراكز والوصول في هذه اللحظات مع شاهين عمر بن راشد بن محمد بن سبت الاخيلي، وتسلل من شعار بالرويه ايضا في هذه اللحظات الجميلة، اللحظات الرائعة والمتميزة. ما شاء الله، اندفاعا مع هذه الأسايل، اندفاعا هناك مع كيلو ونصر كيلو الأخير. ما شاء الله، البداية مع عجيب، عجيب مع المقدمة الأولى أحمد المطر بمايد الأخير، بينما المركز الثاني غازي وسهيل بن عبد الله بن حمد من مبخوت العامري، بينما الشبابي احمد بن محمد بن قضيب العليلي مع ثاني المراكز، ومن الجانب الاخر الشبابي احمد ايضا. يا سلام يا سلام، شوف العليلي، العليلي بدا بالتسلل، يا سلام، من مركز الى مركز، ونشوف القادم في هذه اللحظات ايضا، الوصول والقدوم مع مبلش مبارك بن محمد بن مر العامري ايضا مع رابع المراكز. يا سلام، عطني لقطة يا محمود، عطني لقطة على المراكز، شوف شوف وتابع، ودشينا مع الكيلو المتر الخطير والشبابي، الشبابي مع العليلي، الشبابي الشبابي، بنعطي تحية الشبابي مع وصوله إلى خط النهاية. يا سلام، الله، سلالة غنية عن التعريف هذه سلالة الشبابي. يا سلام، سلالة لها عادات على كسب الناموس والانتصار، ما شاء الله، عون ولون وأداء متميز ما شاء الله مع الشباب أحمد محمد بن قضيب العليلي، بينما عجيب مع المركز الثاني أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي وسهيل بن مبخوته العامري مع ثالث المراكز، رابع المراكز، والوصول في هذه الحالات أيضا مع مبلش مبارك بن محمد بن مر العامري، ولكن خلاص الشبابي، حيوا شبابي، حيوه، حيوا شبابي، حيوه على هذا الانفراد المتميز، انفرد الشبابي، خلاص خلاص، غادر غادر غادر، ان كان ما عند الفيلسوف راي اخر، الشبابي يظن انه اموره، خلاص في الفورمه، اموره في الفورمه، خلاص طار مع المركز الاول بدون اي اوامر ولا تعليمات، العصا مدفونه في الابطان، سلوب سلام يا راعي الشبابي، سلام احمد بن محمد بن قضيب العليلي، حيوا الشبابي، حيوه
حيوه يستاهل والله التحية. راح الشبابي على هذا الفوز والانتصار ما قال له شيء، يمول عصاته مدفونة فالابطال. بينما عجيب مع المركز الثاني احمد مطر مايد الخيل المركز الثالث، والوصول مع راي حميد مزري بن حافظ مزري مسيري مع المركز الثالث. رابع المراكز هناك مع غازي سهيل بن عبد الله محمد مفوت العامري، ووصول ايضا مع مبلش مبارك محمد بن مرة العامري، ووصول ايضا مع اشقر محمد بن فارس محمد الشامسي مع سادس المراكز. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار.